Président, le gars de Malin, le président de la Fédération. Je suis très heureux. Le Walid. Ça va, je suis à la base. Je suis là, je suis là. الاستضافة ديال المنتخب المغربي يعني في المعرض الدولي للكتاب يعني كان مجلس تقديم دراسة اللي قام بها مجلس الجالية المغربية بالتعاون مع الجامعة الملكية لكرة القدم. هذه الدراسة كتشمل يعني تقريبا 689 لاعب مغربي عبر العالم، كيشتغلوا يعني في أكثر من 400 نادي وأكثر من 400 مدينة عبر العالم، وفيه مغاربة كيلعبوا في مدن آسيوية كالهند وتايلاند. إذن هاد اللاعبين اللي جزأناهم يعني مجموعة من الكاتيجوري يعني من المدافعين، من حراس المرمى، من الجناح الأيسر والجناح الأيمن، وأيضا الهدافين. إذن غادي نقول للسيد وليد الركراكي والسيد رئيس الجامعة أن ممكن نعتمدوا على هذه الترسانة ديال مغاربة العالم اللي أكثر من 300 كيلعبوا في الفرق الأولى من أجل يعني تطعيم الفريق الوطني. ونقول أن يعني هذه الدراسة خلتنا نشوفوا أن مستقبل الكرة المغربية إن شاء الله مضمون بهذا العدد الكبير ديال مغاربة العالم. وكنشكروا الجامعة الملكية اللي ساعدتنا ودعمتنا باش نجزوا هذه الدراسة. المنتخب الوطني كنتمناو أنه يحصل على كأس أفريقيا في 2024 ونتمناو يمشي للأمام، وحنا أعتقد مطمئنين لأن المستوى ديالو كبير بزاف. المستوى الكروي كبير، حنا شفنا تقنيات عالية، ولكن أيضا واحد المستوى آخر كنغفلوه هو الإنساني، لأن أعتقد أن هناك تناغم كبير إنساني بين مختلف يعني الأعضاء الفريق الوطني، وخاصة مع المدرب، أن هناك عناصر يعني لنجاح الفريق الوطني ليس فقط في الحصول على كأس أفريقيا المقبلة، ولكن أيضا على كؤوس أخرى. ونتمنى إن شاء الله أن المغرب إذا يعني إلى جانب إسبانيا والبرتغال يشارك في تنظيم كأس العالم، أن نحصل على كأس العالم في 2030. وشكرا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.